في هذه الفقرة مستمعينا الأفضل كنحاولوا ندرجوا جميع العناصر الغذائية المهمة لصحتنا. اليوم اخترنا مادة مهمة أيضا، نوع من التوابل الموجودة في جميع المطابخ المغربية، زنجبيل أو سكينجبير كيف ما كنقولوا بالدارجة ديالنا، ولكي تعتبر من أهم الأعشاب طبيا لاحتوائها على العديد من المواد اللي كتعمل على الوقاية من الأمراض كالكالسيوم، الألياف الغذائية، الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الفيتامين بي 6 و سي، والعديد من الفيتامينات والفوائد اللي غادي نتعرفوا عليها رفقه الاستاذه اسماء زري والاخصائيه في التغذيه والحميه. صباح الخير. صباح النور. اش اخبارك؟ لاباس عليك اسماء؟ الله يبارك. بدايه اسبوع موفقه. شكرا للجميع. طيب اسماء، نبغي نعرفوا شنو هي فوائد ديال سكينجبير الصحيه على الجسم ديالنا؟ نعم، اول حاجه بالنسبه للسكينجبير، هو كمكونات غذائيه وكمكونات يعني هو مصدر اساسي بالدرجه الاولى للمنغنيز والنحاس. نعم، يعني هادو هو يعني لا الا تكلمنا عليه مثلا كمصدر ديالاش، يعني ملي كناكلوه شنو كنبغاو نستافدو بالضبط؟ نستافدو من المنغنيز اللي هو الحديد، وباقي المركبات الاخرى كتكون كميات اللي هي قليله. نعم، يعني ماشي هي المصدر الرئيسي مثلا اللي غنعتمدوا عليه باش ناخذوا الحديد، يمكننا نعتمدوا عليه باش ناخذوا النحاس، باش ناخذوا المنغنيز، وايضا خصوصا اننا ما كنديوهاش بزاف مثلا في مصادر النحاس، علما انه حتى هو واحد المركب اللي مهم يعني للاستعمال ديال الحديد، يعني استفاده الجسم من الحديد. نعم، اذا الدور ديال النحاس شانو شان الحديد زعما الناس اللي عندهم فقر الدم مهم ليهم لانه كيساعد، هي كلها واحد مجموعه من التفاعلات اللي ما كتتمش وحده بشكل جيد الا ما كانتش حاجه اخرى. نعم، هذا من جهه اخرى سكينجبير يعني تنسجات تحولوا بزاف ديال يعني الفوائد وبزاف ديال الاساطير وبزاف ديال الهضره. فاللي هو خصوصا مثلا من ناحيه ديال انه مضاد للسرطان. اللي هو يعني اللي تم الاثبات ديالو انه هو كيحارب الخلايا السرطانيه فين؟ ماشي يعني باقي كتسمى ان فيترو، يعني في المختبر. نعم، ماشي يعني ملي جابوا الخلايا السرطانيه وحطوا حداها مثلا مكونات ديال السكينجبير، لقوا ان هذيك الخلايا راه كتموت. ولكن واش هذا الشيء اللي كيحدث فعليا في الجسم ديالنا؟ كان احتمال بما انه وقعت يعني في المختبر، هناك احتمال كبير انه يكون نفس الامر في الجسم، ولكن هذا الشيء كيحتاج المزيد من التجارب ومزيد من الدراسات. والسرطان اللي يعني تم يعني الاثبات انها يعني كتقضي على الخلايا السرطانيه فيها ايضا داخل الجسم هو سرطان البروستات. نعم، هذا من جهه. من جهه اخرى معروف ان السكينجبير هو مزيان كياخذوه الناس على الدوخه، على داك الاحساس مثلا بالسخيه. نعم، خصوصا الناس كيقول لك اللي كيكونوا كيسافروا كيتروعوا شويه في الطريق كتجي عندك القيء، وهذا بمعنى صحيحه هذه المعلومه ديال انه يستعملوا صحيحه. نعم، صحيحه الى حد ما، لانه في هذا الاطار جو يعني دراسات متناقضه فيما بينها. ولكن كان عندها نفس النتيجه، هو انها الناس كبير كيحد من هاد الاحساس هذا. لهذا اللي لازم نعرفه ان هناك كميات مثلا باش يعني باش نوصلوا لهاد النتيجه المطلوبه راه ما كنحتاجوش اكثر من مثلا 0.5 غرام في النهار. يعني شوفي الكميه شحال قليله اللي كنحتاجوها. نعم، اذا ما كاينلاش اننا نضيفوا زعما باش انه يعطي مفعول اكثر. نعم، باش ما كاينش علاش اننا نستعملوه بكميات كبيره وحنا ما يعني بدون من يعني ما وحنا ما محتاجينش لهذا الشيء. هذا ممكن غير كيف ما قلتي هاد الجرامات هذه ممكن انها تفيد الجسم بلا ما نعرفوا. الكميات اللي هي قليله كتكون كافيه ومفيده فقط لهاد الناس هادو. ايضا بالنسبه للنساء الحوامل، تيقول لك حتى الناس العيالات اللي حاملين كيمكن ليهم يتناولوا هاد السكينجبير هذا، خصوصا في الفترة ديال الوحام وداك الشيء راه غادي تفيدهم. غير هو بالنسبة للنساء الحوامل راه ماشي كاع النساء كيصح انهم ياخذوه، لانها كيكون هناك الخطر ديال يعني هي مادة علاجية وكيكون هناك خطر ديال يكون نزيف عند المرأة الحامل. لهذا المرأة الحامل حتى إذا كان عندها ذاك المشكل متفاقم بزاف ما لازمش تاخذها بالراسها،
لان هي مساله غرامات ماشي جميع النساء الحاومين راه تصلح ليهم. اذا دائما تحت الاستشاره ديال الطبيب شحال خصوصا هاد الناس خصوصا المراه النساء اللي كيكونوا حساسين وداك الشيء فترة الحامل ولا الرضاعة ولا هذا. عندنا أيضا مسألة أخرى اللي هي التبتات ويمكن لنا نستعملوه في هذه الناحية هذه هو بالنسبة لمرضى السكري. مرضى السكري النوع الثاني لقوا أن الاستهلاك ديال تقريبا واحد 3-5 ديال الجرامات يوميا منه كيمكن لها أو أقل من ذلك لمدة ديال 8 الأسابيع كيمكن له أنه يحسن من امتصاص يعني الجسم للسكر يعني كيحسن من هذاك المشكل ديال الامتصاص ديال الخلايا للسكر وكيخلي الانسولين اكثر فعاليه. نعم فهذه حتى هي هذه مساله من الاثبات ديالها. نعم كاينين يعني بعض الناس اللي مرضى السكري كيكون عندهم واحد التخوف انهم يتعرضوا لقصور كلوي واش كاينه علاقه ما بيناتهم او لا كيخافوا شوفي الشهد الزنجبيل بعد القصور الكلوي راه هو من بين الاعراض يعني المضاعفه ديال المرض السكري. نعم يعني راه الا ما كليناش بطريقه اللي هي صحيه راه بطبيعه الحال وكان السكر مقدر القصور الكلوي يقدر يحدث في اي وقت. نعم اذا ما كيقتصرش على السكينجبير انه يعرضوا لهذا المشكل. بل السكينجبير المشكل اللي كانوا وقعوا فيه هو واحد الماده اللي هي في نفس الوقت علاجيه وغذائيه. نعم اذا بدينا كنستعملوه يوميا بشكله اللي هو علاجي يعني بدون استشاره وشنا ما عارفينش الصحه ديالنا واش غادي تقدر تحمل لان في مواد فعاله علاجيه اللي تقدر تكون عندها مضاعفات بحال الدواء يعني الاستعمال العلاجي ديالو انا ما كنحبدوش خصوصا غير حيت كيبقى يقول لك لا وغير عشوب لا وغير هذا هناك بزاف ديال لي كونط انديكاسيون ولا يعني محاذير الاستعمال. نعم محاذير الاستعمال اللي ما كتخليناش نستعمل يعني نستعملوه بطريقه يعني باريحيه. لهذا انا دائما كنفضل ان هذا السكنجبير نستعملوه غذائيا بحالاش نستعملوه غذائيا مثلا السكنجبير الخضر نديروه يعني اش كيقولوا ليه في الشلاضه. نعم حيت ملي كنخلطوه مع البصله ومع الثومه كيعطينا فعاليه اكبر واكثر كتكون الفعاليه ديالو اكثر بزاف من الى هكذا كيكون كيستافد منه الجسم وكنديروا واحد كتسمى كميه غذائيه. نعم. يعني كناكلوه مع الماكله ماشي كنستعملوه يعني كعلاج ولا ك نعم واحد الطريقه ايضا استاذ اسماء ولاو كيديروها الناس بزاف كيستعملوه مع عصير ديال الحامض ولا تقريبا كلشي كيشربوا بهذه الطريقه واش كيبقى عنده نفس الفوائد الصحيه واش هذه الطريقه مزيانه اننا نستعملوه بها؟ دراسات اللي كتثبت اننا الا استعملناه مع العصير ديال الحامض راه غادي يكون مزيان. نعم. يعني بعد من هاد الوصفات هذه انتشرت فقط عن طريق بعض الاشخاص اللي كيدفعوا للربح يعني ولتثبيت الاسم ديالهم باي طريقه من الطرق. نعم نعم ما كاينش هناك دراسات تثبت هذا الشيء. اللي هو مثبت علميا هو الا خلطناه مع ما يسمى بهذا الا خلطناه مع الثومه ومع البصله. نعم. كيكون يعني كتكون عنده فعاليه اكثر. نعم فعاليه اكثر وكنكونوا يعني استعملناه غذائيا بكميات اللي هي معقوله واللي هي قليله. نعم نعم واضح استاذه. فانسان عاوتاني ما يحملش واحد الماده سكنجبير هو ممتاز لا كغذاء ولا كهذا ولكن ما نبقاوش عاوتاني نخليوه داء لكل دواء لكل داء ونبداو نشربوه بالليل وبالنهار يعني ما تيولي كيضر في عوض ما انه كيعالج. نعم كنوليو ناخذوا كميات اللي هي زايده شويه على نعم كيف ما قلتي كميه قليله غرامات معينه شويه كدير المفعول ديالها دير المفعول ديالها ما كنحتاجوش اننا نكثروا من ديك الطريقه. نعم واضح استاذه اسماء شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمه نتلاقاو بك غدا ان شاء الله ودائما مستمرين معك الاسبوع. نعم الاسبوع كامل مستمرين معك في التوابل. شكرا جزيلا اسماء زروي الاخصائيه في التغذيه والحميه وبعد قليل